وتعلمين اللغة التي يتحدث بها أكثر من 20 دولة على مستوى العالم. السلام عليكم. كلمنا في هذا الدرس عن عدد من أفعال القسم الثاني الشاذة في اللغة الإسبانية، وهي الأفعال التي تتحول فيها حرف إلى حرف آخر أو إلى حرفين آخرين. الأفعال دي كتيرة، لكن ممكن نقسمها إلى 4 مجموعات أساسية: أفعال يتحول فيها حرف أو إلى أو أي، وأفعال يتحول حرف أو إلى أو أي، وأفعال يتحول فيها حرف أي إلى إي أي، وأفعال يتحول حرف أي إلى إي. أول مجموعة من هذه المجموعات يوجد بها الفعل يلعب، وهو الفعل الوحيد الشائع في هذه المجموعة، وتصريفاته كالتالي: خويجو، خويجس، خويجا، خوجاموس، خوجايس، خويجا. كما ترى لم يتغير أي شيء مع الفعل حينما كان مع الضمائر نوسوتروس وبوسوتروس. المجموعة الثانية أفعال يتحول فيها حرف أو إلى أو إي، وهنا لنا وقفة مع عدد من أفعال هذه المجموعة: كونتار، كوستار، كونموبيل، ديمولير، دورمير. 5 أفعال رتبتهم أبجدي، ودي صورة من صور الحفظ. أفعال تبدأ ب سي ثم أفعال تبدأ ب دي. من صور الحفظ أيضا أن أنا أجمع عدد من الأفعال في قصة أو في جملة. مثال: حينما السماء تمطر أحلم وأتذكر أني أستطيع وأن الشر يموت. حينما السماء تمطر، تمطر يعني يوبير، أحلم يحلم يعني سونيار، وأتذكر يتذكر يعني ريكوردار، أني أستطيع يستطيع بودير، وأن الشر يموت ويموت مرير. هنطبق دلوقتي حاجة سريعة مع بعض. احنا طبقنا قبل كده صورة مبسطة للترجمة التحريرية. الترجمة التحريرية إن أنا بعطيك نص مكتوب وأنت بترجمه لي. عملنا ده قبل كده في عدد من الدروس، إن كان في نهاية عدد من الدروس الجملة بالإسباني وحضرتك بترجمها بالعربي، أو الجملة بالعربي وحضرتك بترجمها بالإسباني عما أتذكر يعني. ففي صورة من صور الترجمة اسمها الترجمة التتبعية، إن أنا بتكلم وأول ما أخلص كلامي حضرتك تبدأ الترجمة. هنطبق ده مع بعض دلوقتي، وهي الترجمة اللي بتحصل في اللقاءات الصحفية. إن أنا هقول بس جملة صغيرة جدا بسيطة باللغة العربية، وحضرتك تقولها لي باللغة الإسبانية. بس قبل ما نعمل ده لازم حضرتك تكون حافظ الأفعال دي كويس، فلو مش حافظهم كويس حاول تحفظهم بعدين ترجع للفيديو تاني. عندنا هنا ملحوظة: أولا بالنسبة للفعل يكون موبير، يتحرك معناه يحرك المشاعر. شخص مثلا يحب زوجته فيقول لها أنت بتحركي قلبي مثلا، كون مويبس مي كوراسون. الفعل كون موبير يحرك المشاعر، أحاسيس، الدموع، لكن يحرك المكان والوضعية الفعل موبير. موبير وهو الفعل، هذا الفعل أيضا فعل شاذ يتحول في حرف أو إلى أو إي. الجمل كالآتي: 1 على الفعل كوستار يتكلم، هذا القلم يكلف 2 دولار. Este bolígrafo cuesta 2 dólares. Bolígrafo قلم أو قلم يعني بلومة. الجملة الثانية على الفعل كونتار يحصي عدد، أنا أحصي عدد الطلاب في الفصل. إذا كنت حضرتك قلت كوينتو a los estudiantes en la clase فالجملة صحيحة، أما إذا كنت نسيت أن تقول a قبل los estudiantes فحاول أن تتذكر أننا نستخدم هذا الحرف قبل المفعول به المباشر حينما يكون إنسان محدد أو حيوان أليف. 3 على الفعل موبير، من فضلك ساعدني في تحريك هذا الكرسي. Por favor, ayúdame a mover esta silla. Por favor, من فضلك. Ayúdame يعني ساعدني، هو أيودا الفعل أيودار مع ضمير الفعل أنت في الأمر، حذفت آر وضعت آر. أيودامي أي ساعد من، أنا بقول ساعدني، الضمير الذي يأتي عوضا عني هو مي. أيودامي ساعدني. بس هنا في ملحوظة إن أنا استخدمت آر قبل موبير، وهو أن الفعل أيودار من الأفعال الناقصة. إيه هي الأفعال الناقصة؟ عندنا نوعين من الأفعال، في أفعال ناقصة وفي أفعال كاملة. الأفعال الكاملة هي أفعال لا تحتاج إلى حرف جر بعدها، معناها كامل، زي الفعل بوسكار. أقول لك مثلا أبحث عن كتابي، بوسكو مي ليبرو.
لا أحتاج حرف جر يعطي المعنى عن، لأن الفعل نفسه بوسكار معناه يبحث عن. على الجانب الآخر أفعال ناقصة زي إير يذهب، أقول مثلا أذهب إلى المكتبة، بوي لا بيبليوتيكا، لازم هنا أضيف بوي ثم ثم لا بيبليوتيكا، لأن الفعل معناه يذهب وليس يذهب إلى، والفعل إير. الفعل أيضار من الأفعال الناقصة، يحتاج بعده إلى الحرف ليعطي معنى ساعد فيه أو ساعد لفعل أو ساعد لعمل. الجملة الرابعة تقول نحن ننام في الليل في الساعة التاسعة. Dormimos en la noche a las nueve. A las nueve. حرف الجر A يأتي قبل التعبير عن الساعة لما تكون، لما يكون في سياق الجملة. إذا كانت الساعة الواحدة نقول A la una، إذا كانت أكثر نقول A las dos, tres إلى آخره. الجملة بعد ذلك عن الفعل سونيار، وهنا أيضا يوجد ملحوظة أن الفعل سونيار من الأفعال الناقصة. حينما أقول أحلم بي أستخدم بعده كن، مثال أحلم بسارة، سوينيو كن سارة. تمام. في فعل يشبه الفعل سونيار في الكتابة، لكن بدل حرف نيه حرف إيني، وهو الفعل سونار، له معنيين. المعنى الأول يصدر صوتا، مي تليفون سوينا تنجو كي ريسبوندير، تلفوني يصدر صوت، تلفوني يرن، تلفوني يدق، تنجو كي علي أن أرد أو أجيب. هذا معناه الأول، فعل سونار له معنيين. المعنى الأول يصدر صوت، وجاي منه الجهاز اللي بيستخدم في الموجات الصوتية، جهاز السونار. المعنى الثاني للفعل ده معناه يبدو أو يظهر، شخص يقول لزوجته سوينس بيان، يعني تبدين بصورة طيبة. سوينس هو تصريف الفعل سونار مع ضمير الفاعل أنت، سوينس بيان، تبدين بصورة طيبة. أسنتو لسارة سوينا بيرفكتو، يعني لهجة سارة تبدو أو تظهر بيرفكتو، مثالية. بيرفكتو هنا هذه الصفة تصف أسنتو، جاءت مفرد مذكر لأن أسنتو مفرد مذكر. مش عايزين نطول أكتر من كده لأن في أفعال هنضيفها على هذه الأفعال في نهاية هذا الفيديو، لكن ممكن مثلا نقول لو جملة عن فعل آخر تكون الجملة فعل مثلا فعل مرير، الأستاذ سامي يموت في المستشفى، سينيور سامي ويري إن هوسبيتال، أستاذ سامي يموت أو يحتضر في المستشفى. إذن 12 فعل يتحول فيهم حرف الأو إلى أو إيه. بمناسبة الفعل سونار، ممكن حد يقول هو ليه الكلمة بيبقى ليها أكثر من معنى؟ عندنا ده في اللغة العربية، كلمة فصل مثلا ممكن تبقى فصل دراسي، أو فصل من فصول السنة الأربعة، أو فصل في كتاب أو مسرحية، ممكن تبقى صفة. نقول مثلا هذا كلام فصل، يعني هذا كلام حق لا باطل فيه. نفس الشيء في اللغة الإسبانية، في كلمات لها أكثر من معنى. تراتار يعالج أو يتعامل مع، تمار يعني يأخذ أو يشرب، تكار يعني يلمس أو يعزف على آلة من أدوات العزف. هذه الأفعال يتحول فيها حرف الأو إلى أو إيه، نضيف لها الفعل بولار يطير، روجار يتوسل أو يتقرب إلى، رويجو الله أتوسل إلى الله أو أتقرب إلى الله، والإله في اللغة الإسبانية ديوس، رويجو ديوس أتوسل إلى الإله. دولير يعني يجرح أو يؤلم أو يوجع، كده 15 فعل. ممكن نضيف لهم المرسار يعني يتغدى أو يتناول وجبة الغداء، ديمسترار يعني يظهر أو يبرهن أو يعطي دليل، خلاه يظهر أو يبرهن. ثلاثة ديبولبير، ديبولبير يعني يعيد أو يرجع شيء. أقول لك مثلا بويدس ديبولبير مي ليبرو، بور فابور تقدر ترجع كتابي، لو سمحت تقدر تعيد كتابي لو سمحت. انكونترار يعني يجد أو يكتشف، ومردير يعني يعض. هذه 20 فعل يتحول فيها حرف الأو إلى أو إيه. الأفعال دي مهمة ليه؟ لأن لما نيجي نتكلم على زمن تاني
ماضي او غيره او مستقبل، نقول مثلا ان شاء الله ان الافعال اللي احنا درسناها يتحول فيها حرف كذا، عدد من هذه الافعال منتظم في هذا الزمن، عدد من هذه الافعال غير منتظم. يعني هتبقى وسيله ان احنا نقسم الافعال الشاذه، ما يبقاش حفظنا ليها حفظ عشوائي، ابقى عارف مثلا الفعل ده يتحول في حرف كذا الى حرف كذا بس، لا احنا كمان هنجمعهم مع بعض. فالمجموعه الاولى او او الاو الى او اي خجار، المجموعه الثانيه او الى او اي كلمنا عن 20 فعل، وفي نهايه هذا الدرس تجد الكلام عن المجموعه الثالثه والمجموعة الرابعة، عدد من هذه الأفعال الشائعة الاستخدام اللي موجودة في حوارنا وحديثنا. وبحفظ الأفعال اللي في الدرس ده يكون مع حضرتك من 40 ل 50 فعل، بس ما تبدأش بعد إذنك وبعد إذنك ما تبدأيش وما تبدأش مجموعة جديدة إلا ما تحفظ أفعال المجموعة مثلا الحالية وتتقنها كويس وتضعها في جمل أو في قصة أو في أي صورة من صور الحفظ. أتمنى يكون الدرس اللي فيه مراجعة عن أفعال قديمة وفي أفعال جديدة أضاف لمعلوماتك ومعلوماتك، وإن شاء الله يكون مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله.